الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في كتاب الاختصاص في الاعتقاد إلى التمهيد الثالث في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات. ومعروف معنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يقول سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى، اللهم آمين. اعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليس من فروض الأعيان، بل هو من فروض الكفايات، لأن معظم أو كثير من الناس لا يحسنون ولا يتقنون، فكيف يكون من فروض الأعيان؟ كيف يكون فرض عين؟ ومعظم الناس غير مؤهلين لدراسته أو لاستيعاب قضاياه، إذن فهو فرض من فروض الكفاية. فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد اتضح لك برهانه في التمهيد الثاني في صفحة 74 عندي هنا في التمهيد الثاني يتكلم عن فرق وطوائف الناس ويبين أنه ليس مهما في حقهم، بل المهم تركه. فإذا كان يترك في حق طائفة من الناس أو ينبغي تركه، يبقى إذن ليس هو من فروض الأعيان، لأنه لو كان فرض عين لكان لازما لجميع الناس. أما كونه يقسم الناس إلى فرق وأنواع وطوائف ويقول إن بعضهم ليس مهما له أن يدرس هذا العلم بل ينبغي له أن يتركه، إذن هذا معناه أنه ليس من فروض الكفاية، ليس من فروض الأعيان، بل هو من فروض فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد اتضح لك برهانه في التمهيد الثاني إذ تبين أنه ليس يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجازم، لأن الخلق فيهم مقلد وفيهم من هو من أهل المعرفة، فالواجب على كافة الخلق التصديق سواء كان عن علم أو كان عن عن تقليد، وتطهير القلب عن الريب والشك في الإيمان، يعني الذي يجب على الخلق إنما هو التصديق الذي وصل إلى حد الجزم، ويجب عليهم تطهير القلب من الريب والشك في الإيمان، وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك. يعني لو أن إنسانا اعتراه الشك فتصبح إزالة الشك في حقه فرض عين، أما الذي لا يعتريه شك وقلبه مطمئن بالإيمان فليس إزالة الشك في حقه فرض عين. فإن قلت فلما صار من فروض الكفايات، وقد ذكرت أن أكثر الفرق يضرهم ذلك ولا ينفعهم، فاعلم أنه قد سبق أن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، واعتبار الشك غير مستحيل وإن كان لا يقع إلا في الأقل، ف
ثم الدعوه الى الحق بالبرهان لمن هو مصر على الباطل ومحتمل بذكائه لفهم البراهين مهم في الدين. يعني إزالة الشكوك طبعا قلنا في العقائد أو في أصولها واجبة، وكون الشك يقع للعباد هذا أمر غير مستحيل، وقوع الشك حتى في وجود الحق سبحانه وتعالى. ولذلك أنكرت الرسل عليهم الصلاة والسلام قول الكفار، قالت رسلهم أفي الله شك. إذن يمكن أن يعتري الشك الناس وإن كان لا يقع إلا في الأقل، يعني قليل من الناس هم الذين يقع لهم الشك. ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان لمن هو مصر على الباطل ومحتمل بذكائه لفهم البراهين مهم في الدين. فلماذا ندعو الناس مع أنهم يصرون على الباطل؟ ولكن هناك احتمال أنهم يفهمون البراهين وأنهم ينصاعون إلى الحق، ثم لا يبعد أن يثور مبتدع ويتصدى لإغواء الخلق بإفاضة الشبهة فيه. فيش ما هو يجعل الأمر بعيدا أن يخرج بعض المبتدع ويثيرون الفتن لإغواء الناس بالباطل، فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف. وهنا يبين لماذا هو فرض كفاية، لأنه يجب على طائفة معينة من الناس أن يقوموا بواجبهم في الدفاع عن الدين والذود عن حرماته وتفنيد شبهات المشككين. فلا بد ممن يقاوم شبهته، يعني شبهة مين؟ المبتدع، ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيه. فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف ويعارض إغواءه بالتقبيح، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم، ولا تنفك البلاد عن أمثال هذه الوقائع. فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقع من الأصقاع قائم بالحق مشتغل بهذا العلم، يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق، ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلى عنه القطر حرج به أهل القطر كافة، كما لو خلى عن الطبيب والفقيه. يعني لو خلى مصر من الأمصار، يعني بلد من البلاد أو قطر من الأقطار، عن عالم يقوم بحجة الله سبحانه وتعالى ويكشف زي المبطلين ويرد على شبهات المشككين، يحدث بهذا حرج لأهل القطر، يعني يأثم أهل البلدة جميعا. كما لو خلى القطر عن الطبيب والفقيه، لأن البلدة تحتاج إلى فقهاء من أجل تصحيح الأحكام والعبادات، وتحتاج إلى أطباء من أجل سلامة الأبدان والأجسام. نعم، من أنس من نفسه تعلم الفقه أو الكلام وشغر الصقع عن القائم بهما، يعني بالفقه والكلام، شغر يعني أصبح فارغا ولم يتسع زمانه للجمع بينهما، يعني أصبح واجب على إنسان يرى من نفسه أن عنده الأهلية لتعلم الفقه والكلام، ولكن الوقت أو الزمن لا يتسع للجمع بينهما، واستفتى في تعيين
ما يشتغل به منهما، يعني طلب الفتوى ماذا نعين له؟ هل نوجب عليه الاشتغال بالفقه ولا الاشتغال بعلم الكلام؟ إذا كان يتعسر الجمع بينهما فالواجب عليه أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه، يعني قل له اترك علم الكلام واشتغل بالإيه؟ بالفقه، فإن الحاجة إليه أعم والوقائع فيه أكثر، يعني الفقه نحتاجه في الليل والنهار وفي الظهر وفي الصلاة وفي الحيض والنفاس وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام، فالحاجة إليه كثيرة، فلا يستغني أحد في ليله ونهاره عن الاستعانة بالفقه، يبحث عن أحكام المكلف. واعتوار الشكوك المحوجة إلى علم الكلام نادر بالإضافة إليه، يعني لو قارنا بين العلمين نجد أنه الشكوك يعني الذي تجعل الإنسان محتاج إلى علم الكلام هذه نادرة بالإضافة إلى الفقه، كما أنه لو خلى البلد عن الطبيب والفقيه كان الاشتغال بالفقه أهم، لأنه يشترك في الحاجة إليه الجماهير والدهماء، يعني السواد الأعظم من الناس. وأما الطب يعني كل الناس سواء كان مريض أو صحيح كله محتاج إلى الفقه، أما الطب فلا يحتاج إليه الأصحاء، والمرضى أقل عددا بالإضافة إليه، يعني في كل 100 تجد واحد مريض. إذن فالحاجة إلى الفقه هي أهم شيء قبل أي علم آخر، لأنه الإنسان عندما يبلغ الحلم أول ما يبلغ يجب عليه معرفة أحكام الطهارة، ثم أحكام الصلاة، ثم أحكام التلاوة، وهكذا. فالحاجة إلى الفقه حاجة يومية، بخلاف الطب ممكن لا يذهب إلى الطبيب إلا في كل سنة مرة أو كل مثلا 5 سنين، أو ربما في عمره كله لا يذهب إلى الطبيب إلا مرة واحدة. يبقى إذن حاجة الناس إلى الفقه هي الحاجة الشديدة الظاهرة. وأما الطب فلا يحتاج إليه الأصحاء، والمرضى أقل عددا بالإضافة إليه، أما الفقه يحتاج إليه المريض ويحتاج إليه الصحيح ويحتاج إليه الغني ويحتاج إليه الفقير، وتحتاج إليه المرأة ويحتاج إليه الرجل، وهكذا. ثم المريض نفسه لا يستغني عن الفقه كما لا يستغني عن الطب، وحاجته إلى الطب لحياته الفانية وإلى الفقه لحياته الباقية، وشتان ما بين الحياتين. فإذا نسبت ثمرة الطب إلى ثمرة الفقه يعني الفائدة، علمت أن ما بين المثمرين ما بين الثمرتين، يعني تعلم الفرق الواسع الشاسع، ويدلك على أن الفقه أهم العلوم. إيه الدليل على أن الفقه أهم العلوم؟ لاشتغال الصحابة بالبحث عنه في مشاوراتهم ومفاوضاتهم، يعني الصحابة تجد معظم الأسئلة اللي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم عن الفقه، يسألونك عن الخمر والميسر وهذه أحكام فقهية، يسألونك ماذا أحل لهم وهذا حكم فقهي، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم هذا حكم فقهي، يسألونك عن الأنفال هذا حكم فقهي، يسألونك عن المحيض كل ذي أحكام فقهية،
إنما مثلا سؤال واحد في العقائد يسألونك عن الساعة، ده إيه؟ ليس سؤالا فقهيا. ولا يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام من أنه الأصل. في بعض الناس يهول يقول لك العلم الكلام ده هو الأصل والفقه فرع، يعني معناها لا تشتغل بالفرع وتترك ليه الأصل. اشتغل بعلم الكلام ده هو الأصل، ده هو أصول الدين، ولذلك سميت كلية أصول الدين عشان علم الكلام عشان الأصول. والفقه ده فروع، فكيف نترك ليه الأصل ونشتغل بليه بالفرع؟ فبعض الناس يفتن بهذا. لهذا صحح الإمام حجة الإسلام الغزالي هذه المفاهيم الخاطئة وقال: ولا يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام، يعني الاشتغال بتدريس أو قراءة علم الكلام، من أنه الأصل والفقه فرع له، فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام. صحيح هو الأصل، لكن هذه الكلمة لا ينبغي أن نهول الأمر فيها، فإنها كلمة حق ولكنها غير نافعة في هذا المقام. فإن الأصل ليس هو علم الكلام، وإنما الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجزم، يعني الجازم، وذلك حاصل ولو بالتقليد، هذا هو الأصل. والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل نادرة، والطبيب أيضا قد يلبس فيقول: وجودك ووجود بدنك موقوف على صناعتي، وحياتك منوطة بي، فالحياة والصحة أولا ثم الاشتغال بالدين. ممكن الطبيب يقول هذا، إنه يقول لك: لولا الطب لفسد الجسد وهلك البدن، فحياته كلها موقوفة على صناعته، فاشتغل بالطب أولا. فكل واحد يدعو إلى صناعته وإلى وإلى بضاعته، ولكن لا يخفى ما تحت هذا الكلام من التمويه، وقد نبهنا عليه. إذن فالاشتغال بالفقه أهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحاجة شديدة جدا إلى الفقه، حتى عندما تستيقظ من النوم وتريد الاستنجاء وتريد الاغتسال من الجنابة، كل شيء في حياتنا اليومية نتعرض فيه لمعرفة الفقه، أو لمعرفة التكليف الشرعي، هل هذا جائز؟ هل هذا واجب؟ هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مندوب إلى غير ذلك؟ فلا يكاد يخرج عمل من أعمالنا إلا ونحتاج إلى معرفة حكم الله تعالى فيه. أما علم الكلام نحتاج إليه عند عند إثارة الشبهات أو الشكوك. كون أصل، المراد بالأصل هو التوحيد، وهو الرسوخ العقائد والتصديق، وهذا يحصل ولو بالإيه؟ ولو بالتقليد. إذن فإذا ضاق الوقت عن الجمع بينهما فيقدم علم الفقه. ولا يغرنك ما يقولونه من أن علم الكلام هو الأصل، كما يدعي الطبيب أن طبه أو صناعته هي هي الأصل. ولذلك مثلا هناك منطقية أو اختلاف في ترتيب الكليات الخمس عندك ليه، كما قال الإمام اللقاني في الجوهر: وحفظ دين ثم نفس مال نسب، ومثله عقل وعرض قد وجب.
فرتبها هكذا: الدين ثم النفس وحفظ نفس وحفظ دين ثم نفس مال. هذا الترتيب حسب ضرورة النظم أو ضرورة الشعر. ولكن ما هو ترتيب الكليات الخمس؟ قالوا: الدين أولا، ثم النفس ثانيا، ثم حفظ العقل ثالثا، ثم الأنساب يعني الأعراض، ثم المال آخر شيء. يعني مرتبة المال هي المرتبة لكن في واقع الناس الآن المال رقم واحد. لكن ما هو الترتيب المنطقي؟ قلنا هذا هو الترتيب المشهور: الدين، بعدين النفس، بعدين العقل، وبعدين النسب أو العرض، ثم المال. الترتيب المنطقي يقول لك: رقم واحد النفس، ورقم اثنين العقل، ورقم ثلاثة الدين. وبعد كده مش مهم ليه؟ لأنه النفس دي كيف يكون حفظ الدين من غير نفس؟ يعني تصور أنه لا توجد النفس، فمن الذي يحفظ؟ من النفس. وبعدين العقل ثانيا، ليه؟ لأنه لولا العقل لا يكون هناك تكليف أصلا، فكيف نكلفه بحفظ الدين وهو غير مكلف؟ يبقى إذن العقل هو مناط التكليف، فمن شروط التكليف العقل من شروط التكليف، يعني لا يكلف غير العقل. فالترتيب المنطقي أن تأتي النفس رقم واحد، ثم العقل، ثم الدين. واضح؟ يبيجوا على كيف نقدم النفس والعقل على الدين كله. هذا ترتيب وسائل، يعني النفس والعقل وسيلة، ثم الدين مقصد، فيكون هو في القصد أولا ولكنه في الترتيب ثالثا. نأخذ التمهيد الرابع. تمهيد الرابع: في بيان مناهج الأدلة التي استنهجناها في هذا الكتاب. اعلم أن مناهج الأدلة متشعبة، وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر. يعني لو أردت أن تعرف مناهج الأدلة فارجع إلى كتاب محك النظر، وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم. يعني عندك كتابان عظيمان للإمام الغزالي: كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم. ولكن في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المنغلقة والمسالك الغامضة، قصدا للإيضاح وميلا إلى الإيجاز واجتنابا للتطويل. ونقتصر على ثلاثة مناهج: المنهج الأول السبر والتقسيم. هذا المنهج إيه معناه؟ السبر والتقسيم. والآن حنعرف إيه معنى هذا المنهج الذي هو المنهج الأول. أن نحصر الأمر في قسمين: سبر يعني حصر، أن نحصر الأمر في قسمين ثم نبطل أحدهما فنعلم منه ثبوت الثاني. يعني مثلا أقول لك هذا العدد إما زوج أو فرد، حصرنا الأمر في قسمين، يا إما زوج يا إما فرد، ثم نبطل كون العدد زوجا فيكون فردا، أو العكس نبطل الفردية فتثبت الزوجية. هذا اسمه منهج السبر والتقسيم، حصر الأمر في قسمين أو في ثلاثة أو أربعة. لو في قسمين نبطل واحد، ولو في ثلاثة نبطل اثنين،
ولو في أربعة نقطة ثلاثة المهم في الآخر إيه؟ نثبت إيه؟ واحدة. والمثال كقولنا العالم إما حادث وإما قديم. هنا حصرنا المسألة في إيه؟ في قسمين، حدوث العالم وإيه؟ وقدمه. لماذا حصرت في اثنين؟ هذا هو حصر عقلي، لأنه لا يوجد غير ذلك، يعني إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا، لا يمكن أن يكون لا قديم ولا حادث، أو يكون قديم وحادث معا، لا يمكن. فإذن فهي محصورة في قسمين، إما حادث وإما قديم، ومحال أن يكون قديما، فلزم منه أن يكون حادثا لا محالة، وهذا اللازم هو مطلوبنا، وهو علم مقصود استفدناه من علمين آخرين، أحدهما قولنا العالم إما قديم وإما حادث، فإن الحكم بهذا الانحصار علم، يعني لما علمت أن المسألة محصورة في أمرين هذا علم. والثاني قولنا ومحال أن يكون قديما، فإن هذا علم آخر. وهنا إيه؟ هذان العلمان أخرجنا منهما علما آخر، والثالث واللازم منهما وهو المطلوب أنه حادث. وكل علم مطلوب فلا يمكن أن يستفاد إلا من علمين هما أصلا. أي علم تريد أن تطلبه لا بد أن تستخرجه من علمين سابقين، لا يمكن أن يستخرج من علم واحد، ولا كل أصلين، أي لا يحصل العلم الثالث المسمى بالدعوة أو المطلوب إلا من أصلين بينهما ارتباط، يعني ليس كل أصلين، وإنما بل إذا وقع بينهما ازدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص، فإذا وقع الازدواج على شرطه أفاد علما ثالثا. هذا يشبه القياس في المنطق، لابد أن يكون فيه ارتباط بين المقدمتين الصغرى والإيه، يعني لابد أن يندرج الحد الأصغر في الأكبر، وأن يكون هناك حد أوسط حتى نصل إلى النتيجة من خلال الأشكال الأربعة. وهذا الثالث قد نسميه دعوة، اللي هو إيه؟ إحنا قلنا في علمين هما أصلان، وفي علم ثالث هو المطلوب أو هو النتيجة، ممكن نسميه دعوة. متى نقول دعوة؟ إذا كان لنا خصم، بس نقول إيه؟ دعوة حدوث العالم، إحنا بندعي أنه حادث، فلنا خصم في هذا، هم من الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، فإحنا ندعي دعوة وهم يدعون دعوة، فمتى نسمي المطلوب اللي هو النتيجة نسميه دعوة؟ إذا كان لنا خصم. طب إذا لم يكن لنا خصم، إحنا نريد أن نصل إلى نطلبه دون أن يكون لنا خصم، فنسميه مطلوب، ونسمي النتيجة نسميها مطلوب إذا لم يكن هناك خصم، ونسميها دعوة إذا كان هناك خصم. أما إذا لم يكن هناك خصم فنسميه مطلوب، لأنه مطلب الناظر، يعني الناظر المتأمل المفكر يطلبه، ونسميه فائدة أو فرعا بالإضافة إلى الأصلين، فإنه مستفاد منهما، ومهما أقر الخصم بالأصلين يلزمه لا محالة الإقرار بالفرع المستفاد منهما وهو صحة للدعوة. المنهج الأول اسمه إيه؟ هذا مفهوم، يعني حصر إيه؟ الأمر في قسمين أو أكثر، ثم إبطال إيه؟ واحد منهما أو اثنين، و إثبات صحة إيه؟ واحد أحدهم. المنهج الثاني أن نرتب أصلين على وجه آخر،
مثل قولنا كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وهو أصل، والعالم لا يخلو عن الحوادث وهو أصل آخر، ويلزم منه صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب. فتأمل، هل يتصور أن يقر الخصم بالأصلين ثم يمكنه إنكار صحة الدعوة؟ فتعلم قطعا أن ذلك محال. يعني كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، هذا أصل، والخصم لا ينكر ذلك. والأصل الثاني أن العالم لا يخلو عن الحوادث، إذن فيلزم أن العالم حادث. قلنا كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، والعالم لا يخلو عن الحوادث، إذن فهو حادث. يبقى إذا أقر الخصم بالأصلين يلزمه الإقرار به بالنذية. المنهج الثالث أن لا نتعرض لثبوت دعوانا. المنهج الأول صبر وتقسيم. المنهج الثاني ترتيب أصلين على وجه آخر. المنهج الثالث أنك تريد أن تثبت الدعوة فلا تتعرض لذلك، بل ندعي استحالة دعوة الخصم. يعني بدلا من أننا نتعرض لإثبات دعوانا نسكت عن هذا، ونأتي إلى دعوة الخصم فنثبت استحالتها. إذن فيسلم لنا بصحة دعوانا، لأنه إذا ثبت أو ظهر أن دعوى الخصم باطلة أو مستحيلة، إذن ثبتت لنا صحة الدعوة. مثلا نأتي إلى كلام الخصم ونقول إنه يلزم منه كذا ويلزم منه المحال، أما كلامنا إذن لا يلزم منه محال، فيثبت لنا صحة الدعوة ونبطلها على الخصم من طريق خلفي. يعني بدل من أننا نثبت دعوانا نبطل دعوة مين؟ الخصم. فنقول مثلا بأن دعوة الخصم أو بأن نبين أنه مفض إلى المحال، وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محال. مثاله قولنا إن صح قول الخصم. يعني مثلا الخصم اللي هم من هنا الفلاسفة يقولون إنه الفلك له له دورات، ونحن نقول ذلك، الفلك له دورات، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ يقول الفلاسفة إن دورات الفلك لا نهاية لها، يعني لا تتناهى، ويريدون بعدم نهايتها القول بقدم العالم، لأن إذا كانت غير متناهية يبقى معناها قديمة، يعني لا أول لها. فنأتي إلى إبطال دعوى الخصم. هم يقولون لا تتناهى، ونحن نقول بتناهيها، فنبطل عدم التناهي فيثبت التناهي. إذا أبطلنا عدم التناهي يثبت التناهي. إن صح قول الخصم إن دورات الفلك لا نهاية لها لزم منه صحة قول القائل. ولو كان كلامهم صحيح إن دورات الفلك لا نهاية لها حيلزم إن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه، لأن دورات الفلك اللي هي غير متناهية انقضت وخرج منها الدورات السابقة، ومعلوم أن هذا اللازم محال، لأنه ما لا يتناهى إذا كان قد انقضى وفرغ منه جمع بين بين نقيضين، وهو اللا تناهي والتناهي. يعني هي غير متناهية وهي متناهية، يلزم هذا.
ومعلوم أن هذا اللازم محال، فيلزم منه لا محالة أن المفضي إليه محال. ما هو الذي أفضى إليه؟ أفضى إلى المحال عدم التناهي، أفضى إلى إيه؟ إلى انقضاء ونهاية ما لا يتناهى. فالمفضي إلى المحال إيه؟ محال، وهو مذهب الخصم. فها هنا أصلان، أحدهما قولنا إن كانت دورات الفلك لا نهاية لها فقد انقضى ما لا نهاية له، فإن الحكم بلزوم انقضاء ما لا نهاية له على القول بنفي النهاية عن دورات الفلك علم ندعيه ونحكم به، يتصور فيه من الخصم إقرار وإنكار بأن يقول لا أسلم أنه يلزم ذلك. والثاني قولنا هذا اللازم محال، فإنه أيضا أصل يتصور فيه إنكار بأن يقول سلمت الأصل الأول ولكن لا أسلم هذا الثاني، وهو استحالة انقضاء ما لا نهاية له. احنا بنقول ايه؟ ما لا نهاية له يستحيل أن ينقضي وأن تكون له نهاية. فهو يقول الخصم أي الفلاسفة لا نسلم بهذا إيه؟ الأصل الثاني. فهم يقولون إنها لا نهاية لها، ويقولون إنها تنقضي ويفرغ منها، أو يقولون إنها تتناهى مع القول بأنها لا تتناهى. ولكن لو أقر بالأصلين يعني بالأول والثاني كان الإقرار بالمعلوم الثالث منهما واجبا بالضرورة، وهو الإقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى هذا المحال. فهذه ثلاثة مناهج: المنهج الأول السبر والتقسيم، والمنهج الثاني ترتيب أصلين على وجه آخر، والمنهج الثالث هو ألا نتعرض لثبوت دعوانا بل ندعي استحالة دعوى الخصم كما جاءك في هذا المثال اللي هو مثال عدم انتهاء أو انقضاء دورات الفلك. فهذه ثلاثة مناهج الاستدلال جلية لا يتصور إنكار حصول العلم منها، فالعلم الحاصل المطلوب هو المدلول، وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو الدليل، والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل. وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجه اللزوم العلم الثالث من الأصلين لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر. يعني في هذه الأسطر فيها تعريفات دقيقة، يعني مثلا ما هو الدليل، ما هو المدلول، العلم الحاصل المطلوب اسمه المدلول. طب وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو الدليل، ده تعريف للدليل. طب في حاجة تاني وجه الدلالة، لو العلم بوجه لزوم هذا المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل. طب ايه معنى الفكر؟ احضارك الأصلين في الذهن، تمام؟ طب ما معنى النظر؟ طلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث. فعرف النظر، وعرف الفكر، وعرف وجه الدلالة، وعرف الدليل، وعرف المدلول. بسرعة كل ده ايه؟ تلخص انت كده وتقول تعريف الدليل، تعريف المدلول، تعريف النظر، تعريف الفكر الى اخره. فاذا عليك في درك يعني فهم العلم المطلوب وظيفتان: احضارك الاصلين في الذهن، هذا هو الفكر. الأخرى تشوفك إلى التفطن لوجه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين، وهذا يسمى طلبا. فلذلك قال: من جرد التفاته
إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر، حد النظر يعني تعريف النظر إنه الفكر. وقال من جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظر إنه طلب علم أو غلبة ظن، يعني إما تصل إلى علم أو إلى إيه؟ غلبة الظن. وقال من التفت إلى الأمرين جميعا إنه الفكر الذي يطلب به أو يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن. فهكذا ينبغي أن تفهم الدليل والمدلول ووجه الدلالة وحقيقة النظر. ودع عنك ما سودت به أوراق كثيرة من تطويلات وترديد عبارات لا تشفي غليل طالب ولا تسكن نهمة متعطش، ولن يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انصرف خائبا عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة، يعني بعد ما تطالع تصانيف وكتب متعددة، ويعني هذه المطالعة لا تشفي لك الغليل ولا تظهر لك المطلوب، فكأنها خيبة أمل. يعني انصرفت خائبا بعد هذا، فوجدت في كلام الإمام الغزالي الإيه؟ الضالة، أو التي الشيء الذي تبحث عنه. تعرف إذن قيمة إيه؟ هذا الكلام. فإن راجعت الآن في طلب صحيح مما قيل في حد النظر، دل ذلك على أنك لم تحظ من هذا الكلام بطائل. فإن راجعت الآن في طلب الصحيح مما قيل في حد النظر، دل ذلك على أنك لم تحظ من هذا الكلام بطائل ولم ترجع منه إلى حاصل. فإنك إذا عرفت أنه ليس هاهنا إلا علوم ثلاثة، علمان هما أصلان يرتبان ترتيبا مخصوصا، وعلم ثالث يلزم منهما، وليس عليك فيهما إلا وظيفتان، إحداهما إحضار العلمين في ذهنك، والثانية التفطن لوجه لزوم العلم الثالث منهما، والخيرة بعد ذلك إليك في إطلاق لفظ النظر في أن تعبر به عن الفكر الذي هو إحضار العلمين في ذهنك، أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث، أو عن الأمرين جميعا. فإن العبارات مباحة والاصطلاحات لا مشاحة فيها، يعني أنت بالخيار أطلق ما تريد من الألفاظ أو من العبارات، بس بعد فهم إيه؟ المعلومات فهما واضحا. فإن قلت فغرضي أن أعرف اصطلاحات المتكلمين، فإنهم عبروا بالنظر عن ماذا؟ يعني عندما يعرف المتكلمون النظر يقصدون ماذا؟ فاعلم أنك إذا سمعت واحدا يحد النظر بالفكر، وآخر بالطلب، وآخر بالفكر الذي يطلب به، لم تسترب، يعني لم تشك في اختلاف اصطلاحاتهم على ثلاثة أوجه. والعجب ممن لا يتفطن لهذا ويفرض الكلام في حد النظر مسألة خلافية، ويستدل لصحة واحد من الحدود، وليس يدري أن حظ المعنى من المعقول من هذه الأمور لا خلافية. بعض الناس يعتبر ده أمور خلافية ويبدأ يرجح، هذا خطأ. ليه؟ لأنه لا خلاف في المعنى، الخلاف في العبارات، يعني المعنى إيه؟ واحد. فالذي يفضي إلى هذا لا يقول إن هناك خلافا بينهم في تعريف النظر أو في حده، وأن الاصطلاح لا معنى للخلاف فيه. وإذا أنت أنعمت النظر واهتديت للسبيل، عرفت قطعا أن أكثر الأغاليط تنشأ من ضلال من طلب المعاني من الألفاظ. احنا نفهم المعاني ثم نحرر الألفاظ، لا أن نأخذ المعاني من الألفاظ. ولقد كان من حقه أن يقرر المعاني أولا،
يعني لا يطلب المعنى من الألفاظ، يقرر المعنى ثم يعبر عنه، ثم ينظر في الألفاظ ثانيا ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات. ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق، يعني عكس، بدل ما يمشي في الأمام يسير إلى العكس وترك التحقيق. فإن قلت إني لا أستريب في لزوم صحة الدعوة من هذين الأصلين إذا أقر الخصم بهما على هذا الوجه، ولكن من أين يجب على الخصم الإقرار بهما؟ ومن أين تقتنص هذه الأصول المسلمة الواجبة التسليم؟ فاعلم أن لها مدارس شتى، ولكن الذي نستعمله في هذا الكتاب نجتهد ألا يعدو ستة مدارس. يعني مثلا قلنا من أين يجب على الخصم الإقرار، يعني ما الذي يجعل الخصم يقر؟ فقال لك هناك مدارك شتى يقتنص منها أو يستفاد منها هذا الإقرار، أو يصل الخصم بهذه المدارك إلى حد الإقرار. الأول الحسيات، أعني المدرك بالمشاهدة الظاهرة أو الباطنة. الكلام في ترتيب المدارك لأنها أمور مهمة وتعرض لها ما يسموه في آخر السلم في المنطق. هنتكلم عن الحسيات وعن المجربات والمتواترات والمشاهدات إلى غير ذلك اللي بيسموها طبعا. منها ما هو يقيني، اليقينيات ستة، ومنها ما هو غير يقيني. فعند الكلام على هذه المدارك الستة بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يتبين لنا الأمر، ثم ندخل بعد ذلك في الكتاب أو في موضوعات الكتاب في القطب الأول الذي الكلام فيه عن الذات الإلهية ويتضمن 10 دعاوى. فنسأل الله تعالى التوفيق والإمداد والإسعاد، ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال صلاة على أسعد المخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.